يا سلام، والله العظيم منور الدنيا كلها يا عم تيرو. حبيبي اكرم، بنورك يا حبيبي. شويه شاي كده خفاف، ولا تحب اتصرف لك في شويه قمر دين؟ لا ده الشاي حلو قوي. وبعدين انت مش بتقول خلاص ربنا كرمك وتاب عليك؟ اه يا عم الحمد لله، ربنا هداني. يعني انا حتى بفكر اعمل عمر. اه لا انا داخل على اكرم جديد خلاص. جديد ازاي يعني؟ ما تلبس. الله يخرب بيتك يا اكرم. المهم انت عارف ياض ان انا ما قدرتش اسافر الا لما اجي اشوفك. ده انا حتى عديت عليك قبل ما عدي على فتحي. حبيبي يا تربو يا غالي، اصيل والله العظيم. يا اخي غيابك هيقطع بيا قوي. بسير الحقيقة. لا يا اكرم، المهم يا اخي بالله عليك خلي بالك على نفسك وخلي بالك على فتحي. عايزك يا اكرم تكون في ظهره، في ظهره يا اكرم، مش شوكه في ظهره. فاهمك يا تربو، والله ما تخافش مش هيحصل. اوعى يا اكرم تكون فاهم ان انت غالي عندي فتحي بس. لا والله انت غالي عندي قوي كمان، لان انا فاهمك كويس وقريك وعارف انك اصيل وراجل وشهم وقلبك ده كبير قوي، بتعرف تسامح. يا اكرم والله انا بحسدك، وعارف كمان انك ذكي ومخك حلو، دماغك نظيفه قوي يا اكرم، بس لازم تستغلها صح ولازم تركز شويه كده وتهدى وهتبقى زي الفل. يا عم انا مش بقول لغيابك هيقطع بيا قوي، انت بتحصرني. ده انا لما كنت بخاف اقول حاجه لفتحي كنت باجي لك انت. طب انت لما تسافر دلوقتي انا اروح لمين؟ طبعا ياض هتروح لاخوك برضه. امال هتروح لمين يعني؟ عارف يا ماهر، انا صحيح ضايقت فتحي كتير وقرفته في عيشته وسببت له مشاكل وقلق، بس خلاص مش هيحصل تاني. وبعدين فتح ابويا قبل ما يكون اخويا يا ماهر. انا طبعا يا اكرم مش هكلمك في موضوع ميربت، لان انا عارف انك عملت اللي عليك وزياده. يعني انت سمحت وقدرت واشتريت ومشيت عدل، هي كمان لازم تمشي عدل يا اكرم. وجزمتك دي تحطها فوق راسها، لكن لو اتعوجت تاني ورجعت لنفس السكه زي دي ما ينفعش تعشرها. كلامك صح يا صاحبي، بس عارف يا مير انا عايز اقولك على حاجه. انا لما اتجوزت ميرفت مش بس عشان حبيتها وعشقتها، انا كمان كنت عايز اسطرها واشيلها من الزباله اللي كانت عايشه فيها. مش دي ثوابها كبير يا مير؟ طبعا يا اكرم. وما كنتش بفكر في نفسي، كنت بفكر فيها هي. صحيح الدنيا باظت شويه، بس احنا لازم نسامح ماهر عشان ربنا يسامحنا. عندك حق. صدق بقى يا اكرم ان انا اطمنت عليك دلوقتي وهسافر وانا مرتاح. خلي بالك على نفسك انت بس يا غالي، وربنا يسعدك مع نجمتنا يا سيدي. ماشي يا عم، ترجعوا لنا بالف سلامه يا رب. إن شاء الله دايما ألاقيك أنت وأخوك في أحسن حال. حبيبي يا ماهر. ماشي. ليلتك بيضة يا عمنا. يا عم ليلتك، إيه اللون ده؟ ما توحشني يا تربو. حبيبي يا أكرم، خلي بالك من نفسك. أنت كمان. يعني أنت جاهز ومرتب نفسك كويس أوي؟ أيوه يا برنس. أنا جاهز جاهزان السنين. كل حاجة معمول حسابها تمام. أنا والرجالة رصدناهم وعرفنا خط سيرهم وسلوكهم وعيننا وكله تمام، وقبل الفجر هيبقى عندك أخبار تروق مزاجك العالي. ماشي يا غنيم، على البركة، نفذ الله دي. بس بقول لك إيه، أي غلطة في العملية دي هيكون فيها نهايتنا. بعد ما تخلص طمني. كلمت الواد تريل؟ حاصل يا عم غنيم، واول ما الليل ما يخش هيجي هو والرجاله ونمشي مع بعض من هنا. وهتبقى ليله ولا الف ليله وليله. الله عليك يا شهريار. خلاص يا تربو،
ناوي تسافر؟ انا رتبت حالي خلاص يا فتحي، بعت عربيتي، ديزل كمان اديته لحد معرفنا، وصيته عليه قوي عشان يهتم بيه، وطيرت بكره الفجر ان شاء الله. ان شاء الله. انت عارف يا فتحي ايه اللي بجد وجعني ومأثر فيا؟ ايه؟ في رايك انت يا صاحبي؟ يا لعبك يا تربو، انت هتمثل؟ ما احنا هنتقابل هنتقابل، هنروح من بعض فين؟ المهم انت ناوي تعمل ايه؟ مفيش، اكرم الحمد لله لقينا له مكتب كمبيوتر وبفرشه له دلوقتي وهنفتحه قريب. ربنا يوفقك يا رب. انت يا فتحي رتبت لايه بالظبط؟ انا نشنت لي كده على مركز صيانه عربيات وهخلص فيه قريب باذن الله. طيب و كارما؟ كارما خلاص انا وهي اتفقنا على الجواز، كلامك جاب نتيجه وهنروح نقضي شهر العسل قريب، ولما اجي ابقى اشوف حالي. ربنا يوفقك يا رب يا فتحي، انت طيب وراجل وشاب وصاحب صاحبك وتستاهل كل خير. حبيبي يا ترى، ويوفقنا جميعا يا رب، ويكفينا شر اسراك واللي زيه. انت لسه قلقان؟ شويه، سكوته ده مش مطمني خالص، حاسس انه مبيت على نية سودة. سراك ده عامل زي الحية، بيلبك وبعدين فجأة يظهر ويلدغ في مقتل. بقولك يا فتحي ما تقلقنيش عليك، انا مسافر. لا الله ما تقلقش، سافر انت بس، ما تخافش على اخوك. انت عارف فتحي ازاي، وقت اللزوم هعرف اتصرف كويس قوي. سراج بيه، يا سراج بيه اللي واخد عقلك يا سراج بيه. ما انت عارف اللي فيها يا اميره، انا اتلعب بيا، لا هدا ولا يرتاح لبال الا لما ارجع حقي وادفع الثمن للي غدر بيا، دفعه غالي قوي. ازيك يا سراج؟ انت روح شوف اللي وراك يا اميره. اوكي. ايه مش هتقولي اتفضل؟ انت اللي كاين تيجي هنا تاني بعد اللي عملته؟ روق بس، روق روق، خلينا نعرف نتكلم ونتفاهم. وانت خليت فيها تفاهم يا فتحي، خليت ما انا جيت لحد عندك وحاولت اتفاهم معاك، لكن انت ركبت دماغك وغدرت. ما بلاش بقى سكه قطمني وقطمك دي، ما انت اللي ابتديت بالغدر والبادي اظلم، وبعدين ده اللي انت علمته لنا يا استاذ. اخلص، انت جاي ليه دلوقتي؟ زمان لما الدنيا قفلت ابوابها في وشي انت لعبت في دماغي وخدتني لسكتك. خدتك لسكه العز اللي عمرك ما كنت تحلم بيها. والعز ده انا دفعت ثمنه من روحي وعمري ودمي وراحت بالي، وعمري ما خنتك وانت دايما مخلص ليك، وانت ما قدرتش اي حاجه من الحاجات دي وغدرت بيا وطمعت اسراك. برضه انا مش فاهم انت عايز ايه. انا عايز اللي انت ابتديته زمان انهيها انا دلوقتي. ايه كي تخلص عليا؟ لا انت حظك حلو عشان انا ما بحبش الدم، وبعدين لو كنت عايز اخلص عليك كنت خلصت عليك لما جيت لي في المزرعه ودفنتك مكانك، بس انا ما كنتش حابب رغم ان انت كنت تحت رحمتي وسبتك تمشي بمزاجي، وانا عارف انك هتكمل في سكه الغدر. وبعدين ولا قبلين ما تيجي ننهيها حلو يا استاذ، وكل واحد يروح لحاله. طب لما انت خايف قوي كده يا فتحي ليه عملت اللي عملته؟ قلت منك يا استاذ، ما انت عارف
فتحي زدان عمره ما بيخاف. لا انت خايف يا فتحي. انا مقدر جبنك، عارف انك جبان يا استاذ، ومستني اللحظة عشان خاطر تضربني في ظهري. لرسول الله بقى يا حبيبي، واللي عايزنا بقى فوش المدفع لوحدي قصاد ناس ما بيرحموش، مش هيسيبوني بعد اللي انت عملته. انا احميك يا سراك، وخلي بالك الناس دي رقبتهم في ايدينا، يعني لو حاولوا يلعبوا معانا هنهددهم ان احنا هنكشف سترهم. سراك، طول ما انا وانت ايدينا في ايد بعض محدش هيقدر يقف في وشنا. هفكر يا فتحي، هفكر. فكر يا سراك، فكر كويس، وخليك فاكر دايما ان انا جيت لك لغايه عندك عشان نحلها بالود. وخليك فاكر برضو ان انا لسه بكره الدم وبكره الغدر برضو، يعني لو غدرت بيا او باي حد يخصني صدقني يا سراك هدفعك تمن غدرك تمن دمك، صدقني. ماشي يا فتحي ماشي. اصل مجيتك لحد عندي هنا ليها قيمه كبيره قوي عندي، عشان كده عايزك تروح تنام وترتاح، وانا هفكر نشوف هنعمل ايه ونلم الحكايه دي ازاي من غير ما اي حد فينا يتأذي. مع اني لسه شايف الغدر في عينيك، بس انا مش هصدق عينيا، وهديك اخر فرصه اسراك عشان تلمها وما حدش فينا يتأذي زي ما انت بتقول. بس صدقني اسراك، دي هتكون اخر فرصه، عشان بعدها هتشوف فتح زدان تاني خالص غير اللي انت ربيته. فتح زدان هيبقى بيعشق الدم مش بيكرهه، وبعدين ده هيعشق مش اي دم، يا دم استاذه. عملت بإيدي فتح زيدان، وأنا برضو بإيدي اللي حدفن فتح زيدان عشان يعرف من الأستاذ. الأستاذ يا تلميذ الأستاذ النجيب. لا يا كرمة مفيش حاجة، صدقيني مفيش حاجة أبدا، مخنوق شوية. بس بقولك إيه، اجهزي والبسي كده، خلينا نخرج شوية. لا مش هتأخر. يلا مع السلامة يا حبيبي، باي.
ايه؟